الدور الجزائري الرائد على مستوى المنطقة العربية وعلى القضايا الإسلامية أمر مبكر، وهذه الدبلوماسية الذي يتهجها النظام الجزائري في ظل قيادة الرئيس تبون أمر يعني مبشر، والدور الجزائري مطلوب لأنه لا يعني في لا يمكن أن يغطيه غيره، فنحن نشد على أيدي الجزائر في السير في هذا الاتجاه إن شاء الله.